اللي تتكون واحد ما يعرف بتمامي ديال الزيادات تقطع ما تيكون استثناء بالطبع بان سكك الحديديه تهي خضعت لهذه الزياده نظرا لكثره الطلب عليها واستعمالها. فاي زياده اللي كانت مبرره فمرحبا بها، الا ان كلما هناك زياده في الاسعار ونلاحظ تدني في الخدمات. القطار بصفه عامه اصبحت الخدمات ديالو دون مستوى رغم هذه الزيادات الغير المعقولة التي جامعة لا تقبل أي زيادة غير شرعية، أي من ناحية القانونية من ناحية الاقتصادية تكون مبررة. فلهذا فإننا ندين هذه الزيادات المتوالية، لأن راه ماشي لأول مرة القطار زاد، زادوا بين الدار البيضاء والقنيطرة ودابا أطالت هذه الزيادة جميع الخطوط. فالقطار أصبح من الوسائل البيئية، ماذا ما نسواش بأن الناس اللي تستعملوا القطار يساهمون في الحفاظ على البيئة، وبالتالي في هذا الإطار يجب أن تكون التسعيرة منخفضة في متناول القدرة الشرائية لكل مواطن. كل ما يهمكم على أمواج كاب راديو.